روح بقى للنادي الاهلي 16 سنه، عايز تقول حاجه يا كابتن؟ لا محدش يطلع مع ساره يا جماعه. 16 سنه اختبارات النادي الاهلي، كان عندك 16 سنه، وتقريبا خال حضرتك اشرف السرساوي كان في النادي الاهلي. تمام، انت جايب الحاجات دي منين؟ بنذاكر يا كابتن، احنا معانا فريق اعداد قوي جدا. ما شاء الله، والله حاجه تفرح، والله انتوا جايبين حاجات فعلا محدش يعلمها غير او بعض الناس القليله جدا. وبعدين بنحبك يا كابتن فمذاكرينك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. كان خالي اشرف في الوقت ده كان بيلعب في النادي الاهلي، وكان موجود في ماتش الكاس بتاع اهلي وزمالك اللي الاهلي لعب بالناشئين فيه وكسب، ونزل اخر ربع ساعه وبعد كده انتقل للمقاولين. المهم كنت انا في البلديه في الناشئين ساعتها، وجيت الاختبارات طبعا عن طريق خالي، وعديت الاختبار والتاني والتالت. التصفيات انت عارفه ان هي بتبقى كتير جدا يعني. كان حلمي يا كابتن انك تلعب للنادي الاهلي طبعا من وانت صغير يعني؟ طبعا مفيش شك يعني، خاصة كمان لما خالي كان موجود بقيت مشدود اكتر للنادي الاهلي يعني. طب ولما لقيت بقى الحلم ده بيتحقق كده؟ الجزمة اتقطعت والله. لا احكي لي. احنا عديت 3-4 اختبارات، والمهم كان فاضل اختبار او اتنين. كان معايا جزمة كورة اتقطعت، يعني اتقطعت ما ينفعش حتى تتلزق او تتصلح او اي، خلاص هي يعني الوقت الافتراضي بتاعها انتهى فعلا، انتهى خالص يعني. فاضطريت ان انا امشي يعني قبل الاختبار الاخير، او كان فاضل اتنين يعني، وما كانش فيه نصيب. وبعد كده بتوع البلديه عرفوا فكلموني، تعالى عشان احنا مسافرين لبنان في بطوله هناك ومش عارف ايه. طبعا ولد صغير 16 سنه، فهلعب فريق اول وبتاع، هات الجواز بتاعك، وديت لهم الجواز وخلاص يعني. موضوع الاهلي بقى ايه، خلاص يعني كان امل وراح يعني بسبب السوري يعني الحذاء يعني. وبعد كده خلاص بقى مشيت مع البلديه يعني.